احنا شايفين طبعا تدريبات الاحماء والتسخين بالنسبه للفريقين، فريق النادي المصري وفريق بتروجيت، مباراه مهمه جدا النهارده خصوصا للنادي المصري اللي تعرض لثلاث هزايم متتاليه في الفتره الاخيره. هنروح لارض الملعب ونشوف لقاء مع كابتن مدحت مكي المدرب العام للنادي المصري. تحياتي لحضرتك كابتن كريم ولنجومنا في الاستوديو التحليلي كابتن وليد صلاح الدين، كابتن علاء ميوب، كابتن نادر السيد، مع الان كابتن مدحت مكي المدرب العام للنادي المصري. كابتن مدحت بنرحب بحضرتك على شاشه النهار رياضه. اهلا بيك وبسلم على كابتن كريم والكابتن علاء حبيبي واخويا وكابتن نادر السيد وكابتن وليد صلاح العبقري. كابتن مباراه النهارده صعبه طبعا، انتوا 17 نقطه بتروجيت 20 نقطه، يعني مباراه او لعبه الكراسي الموسيقيه موجوده في الدوري، بتروجيت ما شاء الله عمال يكسب او الدنيا ماشيه معاه كويس وانتوا في هزايم متتاليه، شايف المباراه ازاي وقلقانين منها وعاملين حساباتكم ليها ازاي؟ والله مش عايز اكدب يعني اقول لك مش قلقانين، لا احنا فعلا قلقانين، احنا بقى لنا ثلاث ماتشات ما كسبناش وفرقه بتروجيت ما شاء الله عليها من ساعه ما كابتن رمضان مسك الفرقه في تحسن مستمر يعني، ولكن الحمد لله احنا النهارده جايين وجاهزين وان شاء الله طمعانين في الثلاثه بونت برضو، ومتكلمين مع اللعيبه ان احنا لازم نبدا من اول الجيم، يعني نبدا ضغط من اول الجيم ان شاء الله لغايه ما ربنا يكرمنا ونقدر ان شاء الله يعني الفوز يكون حليفنا ان شاء الله. كابتن النهارده بتقابلوا غيابات عديده في التشكيله الاساسيه زي محمد خليفه وعاشور الادم وسام عزب، النهارده ايضا بتبداوا بمحمود عبد الحكيم متعودين عليه بينزل في الشوط الثاني على طول بيغيركم المباراه، قاعد احمد داوده بره، شايفين الموضوع ده وكثره النجوم يا كابتن بتعمل لكم انتوا مشكله كجهاز فني؟ والله كثره النجوم الحمد لله احنا عندنا نجوم فعلا كتير، واللي قاعد بره او تقريبا معظم الفرق كلهم مستويات متقاربه، يعني ما عندناش حد احسن من حد، ولكن طبعا ظروف المباراه هي اللي بتحكم عليك، يعني احنا عندنا خليفه دلوقتي ثلاث انذارات، عندنا عاشور الادم عنده شد في الخلفيه، عندنا اسامه عزب موقوف، ولكن البديل او مش عايز اقول البديل اللي هيلعب مكانه، احنا عندنا في كل مركز اثنين او ثلاثه لعيبه جاهزين الحمد لله واسامي كبيره، فكابتن طارق هو بس يعني ايه بيعرف يتعامل مع الاسامي الكبيره الحمد لله يعني. كابتن بصراحه كده تدعيماتكم في يناير محتاجين ايه كفريق النادي المصري؟ والله اساسا يعني محتاجين جون كبدايه يعني، وبعدين محتاجين حد تاني في خط الظهر بس حد يكون تقيل، طبعا محتاجين واحد في نص الملعب يعرف يوصلنا للجون، يعمل اسيست كويس، يكمل ورا الفراوده كويس، هي دي النواقص اللي احنا بندور عليها، وكابتن طارق تقريبا وصلنا لاثنين من ثلاثه يعني ان شاء الله. اتكلمتوا مع حد كابتن بصراحه كده لازم جمهور النادي المصري في بورسعيد يطمن على اللعيبه اللي النادي المصري حاطط عينه عليها. اصل احنا لو قلنا دلوقتي الاسامي هتبقى بالنسبه لنا صعبه، يعني تاخد بالك لان في فرقه ثانيه داخله في الموضوع، فاحنا مش هنقدر نقول الاسامي دلوقتي لغايه ما الموضوع يخلص، اول ما يمضوا انا يعني هبلغ كابتن كريم وهبلغك شخصيا يعني ان شاء الله. كابتن كريم يعني هل هناك اي اسئله ليك او لنجومنا في الاستوديو كابتن علاء او كابتن وليد او كابتن نادر؟ بشكرك يا احمد طبعا من استاد الاسماعيليه ولقاء مع كابتن مدحت مكي، نتمنى التوفيق ان شاء الله للفريقين النهارده سواء النادي المصري او نادي بتروجيت، فرقتين كبار وان شاء الله نستمتع بلقاء فنيا عالي جدا. تعالوا نشوف بقى يعني تشكيل الفريقين النهارده، بتروجيت هو صاحب الملعب النهارده، كابتن رمضان السيد بادئ بمحمود شكري في حراسه المرمى، قدامه سامح شوشه وكريم ذكري اتنين مساكين، وكريم ذكري النهارده بيلعب بقى قدام النادي المصري طبعا نادي السابق وبورسعيد البلد اللي اتولد فيها، وموقف صعب لكريم ذكري النهارده. احمد عبد الغني ناحيه اليمين، اسامه محمد ناحيه الشمال، عمرو حسن بس التشكيل المفروض عمرو حسن هو اللي ورا، يعني عمرو حسن هو اللي باك رايت واحمد عبد الغني هو اللي في نص الملعب. مصطفى شبيطه واحمد الشناوي في وسط الملعب، وقدامهم جيمس بيكلي اللاعب الاثيوبي ومحمد عبد السلام ومحمد رجب كمهاجم النهارده. كابتن برضو رمضان شويه بيغير كل مباراه في المهاجم الصريح اللي بيلعب بيه. بالنسبه للنادي المصري النهارده في حراسه المرمى احمد حسين، طبعا انتوا عارفين غياب احمد مسعود للاصابه حارس المرمى، قدامه محمد جبر ويلسون اللاعب الغاني، احمد سمير ناحيه اليمين الظهير الايمن لنادي الزمالك السابق، واحمد جمعه ناحيه الشمال، في نص الملعب السيد عبد العال ومحمد عادل، والنهارده بيبدا بمحمود عبد الحكيم كبلاي ميكر او صانع العاب زي ما قال لنا كابتن مدحت مكي، ومعاه علاء شعبان، واثنين مهاجمين دايما بيلعب بيهم كابتن طارق يحيى، احمد رؤوف وحماده يحيى. كابتن علاء رايك ايه في تشكيل الفريق؟
هو انا هبدا ببتروجيت بس تعالى كده بسرعه. هو ممكن يكون نفس يعني نفس الشكل المكتوب ده هو صح كده. كريم احمد عبد الغني هو اللي هيلعب باك رايت لان المباراه السابقه هو اللي كان بدا بيه ناحيه اليمين كباك رايت اساسي. ممكن يقول يعني هيعمل اللي احنا كنا بنتكلم فيه حالا الوقت, يعمل جبهه يمين متعودين على نفس خلي عمرو حسن على الحته اللي قدام في نص الملعب بالظبط, وخلي احمد عبد الغني مكانه. عمرو ممكن برده حته السن برده مش هيساعد في حته المجهود, واحمد عبد الغني ممكن يعمل حته دفاعيه كويس. عمرو هجوميا كويس طيب جدا. خلينا نسال كابتن عبد الحميد حسن مدرب فريق المدرب العام لفريق بتروجيت مع زمايلي مع مصطفى الراسخ من ارض استاد اسماعيليه, ونساله في الحته دي. يعني مصطفى يساله هل النهارده عمرو حسن هو اللي بيلعب باك رايت ولا احمد عبد الغني؟ اتفضل يا مصطفى. في مشكله في الصوت. طيب اتفضل يا كابتن علي لغايه ما يرجع لنا لحد ما يرجع بس ياكد لنا كلامنا ده يعني صح ولا هو هيلعب زي الكلام زي مكتوب على الورقه هنا. برضه في تغييرات النهارده. يعني كانت المباراه السابقه كان احمد مجدي هو زي ما بقول لك انا دلوقتي يلعب عمرو حسن واحمد مجدي هو اللي هيلعب ورا. كان في نص الملعب كان جيمس تيدي مش موجود خالص مكانه محمد عبد السلام وشميتس بيكلي, وزي ما قلت يا كريم دايما راس الحربه الاساسي بيتغير. هو بس السؤال هل هو بيتغير كنوع من التغيير ولا اللي بيلعب مش بيأدي الحاجه اللي عايزها كابتن رمضان ولا كابتن رمضان بيوزع الادوار ولا لسه ما النهارده جيمس تيدي موقوف ثلاث ماتشات صح كويس. وفيش ايهاب المصري في محمد شعراوي هو بدا بمحمد رجب هو محمد متعود بيعمل كده كابتن والثلاثه كويسين يعني أيوة احنا جبناه أيوة سالناه على السؤال ده كويس ايوه ليه قال هو عايز يعمل عمليه التدوير في البوزيشن ده كلهم كويسين ماشي اوكي. تدوير بيجي مش في كل وقت, تدوير ده في اوقات برضه انت عايز تثبت بقى التشكيل بتاعك وعايز راس حرب ثابت. لكن هي وجهات نظر طبعا كابتن رمضان, لكن هو يعني هنتكلم في طريقه اللعب هي الاساسيه بتاعته الاربعه وثلاثه في نص الملعب من غير حتى بقى الاسامي زي ما يكون واثنين وبيلعب محمد رجب كراس حربه اساسي. طيب جه تاني ولا لسه؟ لا لسه. طيب هو النهارده محمد عبد السلام وراجل احنا عارفين محمد عبد السلام سريع وعنده حته سرعه بالدليفري كويس قوي وبيعمل التيت التاخير ده كويس جدا. نفس الكلام عند شميلتس بيكلي كويس, ومحمد رجب كراس حربه هو اللي ثابت بيتحرك على تحركات الاثنين اللي تحتيه. المساندك عامه دايما على طول من اسامه محمد وبيعملها بامتياز, والنهارده لو عمرو هو اللي في المكان ده كريم يبقى هو هيدي له الحريه ان هو اللي كان من ناحيه اليمين ويثبت شويه احمد عبد الغني. كابتن طارق يحيى طبعا موقف صعب جدا, ثلاثه هزايم ورا بعض كتير جدا يا كريم على فرقه المصري واسم فرقه المصري وعلى طارق كمان كاسم مدير فني طبعا, واكيد مضغوط ضغط جامد جدا ماشي. طيب هروح يا كابتن علاء اهو جهز مصطفى الراسخ معاه الكابتن عبد الحميد حسن مدرب العام لفريق بتروجيت. اتفضل يا مصطفى. منور يا نجم معايا دلوقتي مع حضرتك كابتن كريم الكابتن عبد الحميد حسن. الحقيقه مباراه النهارده اكيد محتاجه تكتيك فني عالي جدا من قبل الجهاز الفني. انا عارف ان كابتن رمضان السيد لن يرضى بديلا عن الفوز بالثلاث نقاط. حابين نعرف العناصر القوه اللي انت هتعتمد عليها ان شاء الله امام فريق المصري اليوم. والله ماتش طبعا جامد جدا وظروفه صعبه. الماتش هيبقى صعب بالنسبه لنا كذا حاجه. يعني اول حاجه طبعا مشكله عند النادي المصري النهارده الموضوع بالنسبه لهم حياه او موت, فاحنا عاملين حسابنا كويس قوي ان شاء الله ومذاكرين الفرقه وعندنا غيابات يعني ممكن تاثر شويه بس ربنا يسهل واللعيبه تعوض الغيابات دي, فان شاء الله يبقى التوفيق معانا وناخد 3 بونت ان شاء الله. شايف مودي عمرو حسن ناحيه اليمين اسامه محمد ناحيه الشمال يعني بتثبت تشكيلك من بدايه الدوري, وانا شايف ان كابتن رمضان حريص على النقطه دي تحديدا. كلمنا عن الخطه النهارده اللي هتلعبوا فيها قدام النادي المصري. مفيش, واحنا ثبات التشكيل طبعا لازم يعني في اي فرقه في الدنيا بتدي اللعيبه ثقه وبيحفظوا بعض وبياخدوا خبرات ماتش عن التاني خبرات ماتشات قريبه من بعض. عمرو واسامه طبعا اساسيين لعيبه كبار ولعيبه مفيدين جدا ولعيبه رجاله جدا. مفيش, احنا بنلعب بطريقتنا العاديه 4-2-3-1 واللعيبه يعني بدات تحفظها وان شاء الله يشتغلوا عليها كويس النهارده وناخد الماتش. كان في تصريح للجهاز الفني ان انتوا قلتوا ان جميع مباريات الفريق فريق بتروجيت تحديدا بنعتبرها مباريات كؤوس, يعني انتوا مراعيين وحاطين في الاعتبار الظروف اللي بيمر بها النادي المصري, هزمتوا المباراه الماضيه واداؤه سيء في المباراه قبل الماضيه, شايفين كل الامور دي ازاي فنيا داخل المستطيل الاخضر النهارده؟ انا بقول لك الموضوع صعب النهارده لان الموضوع بالنسبه للنادي المصري والجهاز الفني حياه او موت, يعني يا اما يكون او لا يكون. انا بكلمك بمنتهى الصراحه, فالموضوع بيبقى صعب قوي, الماتش هيبقى صعب قوي قوي يا اما الماتش ممكن يبقى سهل.
انا بقول لك ربنا يسهل، احنا اللاعبين على الموضوع ده كويس قوي ومفاهمين اللاعبين الموضوع ده، وربنا يسهل ان شاء الله. احنا زي ما قلت في الاول احنا بناخد الماتشات كل ماتش لوحده، بندور على 3 بونت 3 بونت بصرف النظر عن الفرقه اللي هنلعبها، بس عشان ظروف النادي المصري اضطرينا احنا نتكلم في الموضوع ده، وان شاء الله يبقى المكسب معانا وربنا معانا ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن، ان شاء الله بالتوفيق. كابتن كريم، ده كان لقاء سريع مع كابتن عبد الحميد حسن مدرب فريق بتروجيت، اعود اليك مجددا لاستكمال باقي فقرات الاستوديو التحليلي. بشكرك شكرا جزيلا يا مصطفى. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع كابتن وليد صلاح الدين وكابتن نادر السيد وكابتن علاء ميهوب قبل لقاء بتروجيت والمصري في الدوري المصري.